أفاد أهالي مركز سماسطة ببني سويف على مبادرة حياة كريمة لشراء اللحوم بأسعار مخفضة. هذا ووصلت مؤسسة حياة كريمة ولليوم 11 على التوالي إطلاق مبادرة توفير اللحوم المجمدة والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين عن باقي الأسواق بمحافظة بني سويف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء تتمثرها مؤسسة حياة كريمة بالجودة العالية والنظافة وتوافر جميع الشروط الصحية التي تؤكد سلامتها وضمان صحتها للوصول للمواطنين. تأتي هذه المؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. احنا النهارده متواجدين في منفذ بيع تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متواجدين في سموصه سعر كيلو اللحمه 185 في منفذ بيع، وان شاء الله احنا مستمرين اليوم الاول في سموصه واليوم ال11 على مستوى محافظه بني سويف، وان شاء الله مستمرين لتغطيه مركز سموصه بالكامل. مبادره جميله في ظل غلاء الاسعار، مبادره اكثر من رائعه، وده العادي والمعتاد من مؤسسه حياه كريمه تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. سعيدة ان انا كنت مع زمايلي ورد فعل الشارع في منتهى الرقي والناس مبسوطة خالص. هدفنا ان احنا بنساعد الناس من عدم التزاحم، ومستمرين في بيع اللحمة في قالب كيلو ب 185 جنيه، وما زلنا مستمرين في بيع اللحوم. انا اشتريت النهاردة لحمة من مؤسسة حياة كريمة وحاجة زي الفل، وبنشكر سيادة الرئيس على المبادرة اللي عملها لنا، والحمد لله يعني حاجة كويسة ولحمة كويس.